مثل ما شفنا بالحلقات الفاتت، الدين السائد بمصر بكل وضوح هو دين تعددي، والفلسفة اللي تبناها الناس والفراعنة هي فلسفة تدعو إلى عبادة بانثيون أو مجمع من الآلهة. والمميز أن هاي الآلهة نفسها استمرت آلاف السنين بمصر القديمة عبر كل مراحلها، مع تباين بتقديس آلهة فترة وتقديس غيرها فترة ثانية. بس من وصل الحكم الفرعون اسمه أمنحوتب الثالث، صار أكو فد زيادة واضحة تقديس إله الشمس رع وتقديمه على سائر الآلهة. شغلة مهمة ظهرت بهاي الفترة هي تقديس وحدة من صور أو صفات رع اسمها آتن أو آتون، هو قرص الشمس نفسه أو حسب آراء الشعاع اللي ينزل من الشمس كخيوط نور. المبالغة بتقديس إله الشمس بعهد أمنحوتب الثالث وصلت إلى مرحلة أن الفرعون نفسه أمنحوتب الثالث قام يعرف بنفسه أنه هو تجسيد إله الشمس على الأرض، ويدعو إلى عبادته هو بشكل مباشر. استمر هالشي إلى أن توفى، وبعد أمنحوتب الثالث تقلد الحكم ابنه اللي اسمه طبيعة الحال أمنحوتب الرابع. وصول أمنحوتب الرابع للحكم شدد هميا على ضرورة إعلاء إله الشمس على سائر الآلهة، بس أمنحوتب الرابع بالغ بعد أكثر، وتقديسه كان أكثر شيء الآتون اللي ذكرناه قبل شوية، فبنى المعابد إله وعظمه رغم وجود معابد الآلاف الآلهة غيره. آتون كان المقدس الأعلى بوقت أمنحوتب الرابع، وهالشي انعكس على المنحوتات والرسومات والمكتوبات الهيروغليفية فترته، فشكل قرص الشمس وشعاعه انتشر بكل مكان. هالتقديس وصل للمرحلة أنه أمنحوتب الرابع قرر يغير اسمه إلى أخناتن أو أخناتين أو أخناتون، واللي يعني تقريبا الروح الحية لآتن. أخناتون ما اكتفى بهالشي، بل بنى مدينة جديدة وسواها عاصمته وسماها آخت آتن أو أخي تاتون، واللي هي حالياً منطقة تل العمارنة بمحافظة المنيا، وبنى بيها معابد بنظرة عمرانية جديدة وغريبة، وهي أنها معابد بدون سقف. تقديس أخناتون للشمس وصل لمرحلة أنه يمنع الناس تحتمي من شعاعها، وأثناء التعبد بدال ما يتوجه الناس لصنم أو تمثال الشمس يتوجهون للشمس نفسها اللي هي فوق رؤوسهم. الهدف الرئيسي من تحويل موقع العاصمة هو البداية الجديدة وتأمين ظروف مناسبة لنشر دين جديد توحيدي نوعا ما اللي يتسمى الآتونية، بعيدا عن كل معابد الآلهة الثانية اللي تغوص بيها مدن مصر القديمة. الديانة الآتونية تختلف عن ديانة مصر القديمة بمجموعة شغلات. بأول شيء، الإله بهاي الديانة مغاير معزول وما ينوصل إله. الإله هنا كان صامت وما ينسمع له صوت ولا ينشاف لمشاعر مثل باقي الآلهة اللي كانت أشبه بالبشر من ناحية انفعالاتها ومشاعرها وتصرفاتها. هذا العزل اللي كان ينوصف به الإله الجديد والارتقاء عن وصول البشر إلى خلى فكرة الكهنة اللي هم رجال الدين اللي يعتبرون الوساط بين الإنسان البسيط والإله العظيم، خلى فكرة الكهنة كلها تتلاشى، وبالمقابل أكو كاهن واحد أعظم هو الوسيط بين العالم والإله آتون، هو الفرعون بنفسه أخناتون. الإنسان يميل دوماً للأمور المقاربة لطبيعته، فإله معدوم المشاعر بل حتى معدوم الملامح ومخيف بصمته خلى الناس تقدس الفرعون نفسه وتترك الإله. زين، تقديس الفرعون ما راح يكون بس إله بل لعائلته، وهذا اللي صار. فأخناتون ويا زوجته المعروفة نفرتيتي وفوقهم الإله آتون شكلوا ثالوث مقدس والناس قامت تعبدهم. أخناتون استمر بجر الناس باتجاه آتون، وهذا الجر كان مو بس بالترغيب بل بالترهيب أمين، فكل شخص كان لزم هو يعبد إله غير آتون كان تتم محاكمته بتهم مثل الهرطقة والكفر. أكو بعض الآراء تقول أنه أخناتون كان أول الموحدين، نظريات غريبة أنه كان نبي والإله اللي دعا لعبادته والإله الإبراهيمي، وفرضيات هواي ما لها أساس من الأدلة. ببساطة نقدر نشوف أنه التوحيد اللي كان يوصف به دين آتون هو مجرد تفضيل بالعبادة لهذا الإله ونسب كل التقديس إله، لكن عبادة إله واحد ما تعني الإيمان بوجود إله واحد وإنكار الآلهة الثانين. فأخناتون والناس بوقته وقت مؤمن بباقي الآلهة من أعضاء البانثيون، ولكن ممارسة العبادة صارت موجهة لآتون حصرا. كل حال، الثورة الدينية الفلسفية اللي سواها أخناتون انتهت بمجرد موته، والفرعون اللي ورثه توت عنخ آمون رجع الديانة المصرية السابقة عهدها، بل وصار أخناتون ينذكر على أنه مهرطق وكافر بالآلهة المصرية، وبعدها ما رجع أي أثر الفكر أخناتون لحد نهاية حضارة مصر القديمة. نختم الحلقة بمقتطفات من نص عنوانه ترنيمة آتون العظمى اللي كتبها أخناتون بنفسه، ولقوا إلها نسخة شبه كاملة تل العمارنة أخي تاتون. النص طويل وهذا جزء منه.
أنت في أفق السماء أيها الشمس الحية، تشرق في الأفق الشرقي في الصباح وتملأ كل البلاد بجمالك. أنت بعيد لكن أشعتك تصل إلى الأرض، إنك في وجوهنا ولكن مسارك مجهول. عندما تغرب تحت الأفق الغربي يبقى العالم في ظلام، في حالة كالموت. النائمون في بيوتهم يكسون أنفسهم بالغطاء ولا ترى عين عينا أخرى. إذا سرقت أمتعتهم من تحت رؤوسهم لا يشعرون. الظلام كالقبر والأرض ساكنة، إذ أن خالقهم قد غرب خلف أفقهم. ثم تشرق في الصباح على الأفق وتضيء أثناء النهار وتخفي الظلام وتنشر أشعتك، ويستيقظ الناس ويقفون على أقدامهم، فقد نصبتهم على أرجلهم. أجسامهم نظيفة ويلبسون الملابس ويرفعون أذرعهم تقديسا لظهورك. كل الأنعام راضية بأعشابها وأشجارها ونباتاتها الخضراء. تنطلق الطيور من أعشاشها، ترفرف أجنحتها، تسبح بروحك، وتقفز الأسماك في النهر أمام وجهك، وتملأ أشعتك قلب البحار، وتسير السفن الحاملة شمالا وجنوبا، وكل طريق ينفتح بظهورك. عندما تشرق يعيشون، وعندما تختفي يموتون. إنك أنت عمر الحياة، وتعيش الناس منك، وتستمتع الأعين بجمالك حتى تغرب.